للحقيقة أود قبل أي شيء أن أقول لسعادة السفير الدكتور علي عجمي أن ما أتى به أفاض عني ونقص عنه، فشكرا للدكتور علي عجمي على هذه المقدمة اللطيفة. طبعا أتحدث بعد الأديب والشاعر الأستاذ علي عجمي، وبعد الأستاذ كامل بزي، وبعد أستاذنا الكبير الناقد اللامع الدكتور عبد الإله الصائغ، فكان الله في العون. لفتني في كلمة الصديق الأستاذ كامل بزي تلك الاستعارة التي تذكرها من حديث والد الأستاذ حسن شرارة عندما قال له إن ألف بيت من الشعر لا تجدو لك ملة واحدة. على سيرة الملي، الملي كما تعرفون هي ذلك الخبز السميك الخامر، كانت أمهاتنا يعني يشوينها لنا على الصاج، وكنا نفرح فيها كثيرا. أحد الفلاحين الجنوبيين جبل عامل سمع مرة وهو يدندن يقول: اتمنيت مرج رميش ملي خامري. رميش هي قرية حدودية فيها سهل الفسيح، ورامية وعيتة هما قريتان أخرى ثانيتان أيضا على الحدود مع فلسطين المحتلة. فيقول: تمنيت مرج رميش ملي خامري وملو بنكة رامية بليلة حليب، وعرق ملولة بلدنا مرغفي مش مغرفي مرغفي، وآكل لحالي لا قريب ولا غريب. فقيل إن هذا الرجل كان عمليا شبه نباتي معتدل الشهية. أعضاء وجمهور هذا المنتدى الثقافي الكريم، صاحب الدعوة سعادة الدكتور علي عجمي، أيها الإخوة الأكارم الأخوات الكريمات، طاب مساؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية تقدير إلى صاحب كتاب أقلام مهجرية الصديق العزيز الأستاذ كامل بزي، حامل هموم الثقافة وخليل روادها في هذا المغترب الأمريكي منذ بواكير هجرته مطلع سبعينيات القرن الماضي. ألاحظ بداية وأنا أخاطب القائمين على المنتدى أن جل أنشطتكم أو كلها في إطار ما تعرفتم على تسميته بالمنبر المفتوح تنعقد في المتحف العربي الأمريكي. طبعاً هذا اليوم كان استثناءً. هذا المتحف طبعاً الذي نفتخر به كصرح يحتضن تاريخ الهجرة العربية إلى هذه الأرض وسير أوائل المهاجرين وتجاربهم وكفاحهم وإنجازاتهم، وهذا اختيار موفق ولا ريب. أمل مع ذلك ألا تكون إقامتكم هناك
جهدا على طريق تحنيطنا وعرضنا رموزا حية لثقافة آخذة بالتآكل والانكماش، وذلك لحساب ضروب من الثقافات البديلة المسمات عصرية وتقوم على استهلاك ما لا حصر له من السلع والمنتجات عدا منتج الثقافة، أو لحساب ثقافات ترقص حول أنصاب الآلهة الجدد من تجار أو من تجار وسماسرة السياسة وعطاريها ومشعوذيها ممن أسهموا في تعذيب وترويع الثقافة والتراب العربيين الأصيلين وفي تهميش روادهما ومن لا يألون جهدا أو لا يألون جهدا لإبقائهما مشرقين في فضاء حياتنا. أيها الحفل الكريم، أعترف أمامكم بأنني كنت أحاذر الانخراط في أنشطة كثيرة تتخذ من الثقافة عنوانا لها في السنوات الأخيرة، ذلك لما خبرته من انزياح بين في أسس أنشطتنا كمهاجرين نحو سلوك يقوم على التمجيد والترويج لمواقع وأفراد في هذا المجتمع الاغترابي أو خارجه ممن اختطفوا أجمل قيمنا واستثمروا أنبل جهودنا لإعلاء مصالح فردية لا تمت بصلة إلى الثقافة والتراث العربيين. نحن أيها الكرام، نحن أيها الكرام قد نكون أواخر الشهود على ذلك النسل الثقافي المهدد بالانقراض. أقول قولي هذا وأستغفركم على ما قد يبدو خروجا على نص هذه المناسبة التي تنعقد حول محاولة ثقافية مشكورة لإبراز الوجه الإبداعي للاغتراب العربي في هذا المهجر الأمريكي وعبر جمع ثلة من الكتاب والأدباء والشعراء بين دفتي كتاب استغرق من الجهد التهوب والوقت الثمين ما يجعلنا ننحني احتراما وتقديرا لصاحبه. ولو كان لدي تفويض باسم من ضمهم الكتاب لشكرتك باسمهم جميعا. آمل أيضا ألا يثير هذا النوع من الكلام امتعاض أي منكم، فنحن معشر المثقفين أو كما نوصف بتنا والله أعلم مضطرين إلى التعارف وإلى تلمس الأرض التي يقف فوقها كل واحد منا في هذه الزحمة الخانقة لأنشطة يختلط فيها حابل الغث بنابل السمين كما أشار الدكتور علي. ولعل أخطر ما يقع عليه المتبصر في أحوالنا في هذا المهجر هو أن نكون امتدادا أو نموا غير طبيعي لطبقة من القابضين على مصائر بلاد أعمل في تشريد أهلها في مناف الدنيا وتحويل عواصمها إلى كازينوهات للمقامرة والمغامرة وإفقار الشعوب وإذلالها.
تتذكرون ذلك القول الشهير؟ ربما كنا نقول إن القاهرة تؤلف وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، ولكم أن تتخيلوا أين صرنا ونحن نرى إلى القاهرة كيف خبى إبداعها واختنق صوتها، وإلى بيروت كيف آلت أحوالها من مطاعة عملاقة إلى مكب للنفايات، وإلى بغداد التي لم يعد همها أن تقرأ. وننظر إلى حقوقيها وهم يجرون محاكمة رمزية للخليفة هشام بن عبد الملك فيما ثروات أهلها تنهب على رؤوس الأشهاء. قبل نحو شهر خاطبت مؤلف الكتاب الصديق الأستاذ كامل بزي خلال حفل التوقيع الحاشد الذي شهده نادي بنت جبيل، مستهلا بأبيات أعيدها على ما سمعكم. وأنا من